قد يغفل العالم، ولكن العراقيين لم ينسوا ولن. شهر نيسان عام 2003 حينها كتب للعراق تاريخ جديد في سجل السواد والمآسي. أيام الغزو الأمريكي الأولى يستذكرها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام من خلال ندوة شارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين. في كل عام نستحضر هذه الذكرى الأليمة التي حلت على العراق وعلى الأمة جميعا، فندرك جميعا أن احتلال العراق كان الغاية منه هو بداية مشروع أمريكي في المنطقة جميعا. المحور الأول للندوة فصل الحديث في الواقع العالمي السياسي ما قبل الغزو والظروف الدولية التي استغلتها أمريكا لتبدأ تدمير العراق عبر حصاره وإرهاقه ومن ثم غزوه بريا، كما سلط الضوء على تداعيات الغزو على العراق من الناحية السياسية. حجم التدمير اللي حصل بالعراق، حجم القصف، طبيعة القصف دللت بشكل واضح جدا جدا أن المقصود ليس إخراج العراق من الكويت، المقصود إركاع العراق، تدمير العراق، لأنه ما علاقة محطات الكهرباء في كل العراق، ما علاقة المستشفيات، ما علاقة الجامعات، ما علاقة المدارس، مراكز المياه، يعني إسالة الماء، المياه الثقيلة، كل هذه ضربت بطريقة غريبة عجيبة. جسور يمكن أعتقد 136 أو 176 جسر ضرب في ذلك الوقت، القضية كانت كبيرة جدا. وبطبيعة الحال أدى الغزو إلى واقع إنساني كارثي، القتل والاعتقال والتعذيب والتدمير الطائفي الممنهج للبنية الاجتماعية. المحور الثاني للندوة ركز على الناحية العسكرية التي أعقبت الغزو، إذ أكد الباحثون أن تفكيك الجيش العراقي كان هدفاً ممنهجاً من عرابي الغزو وتابعيهم من أجل إيجاد بيئة مناسبة لانتشار الميليشيات المسلحة الطائفية، ومقابل ذلك نشأت حركات مقاومة وطنية مسلحة كبدت الاحتلال خسائر فادحة. بعد احتلال العراق حقيقة توالت القرارات التي صدرت من الحاكم العسكري للعراق أو المدني بول بريمر، صدرت العديد من القرارات، وكانت أول هذه القرارات أو القرار رقم 2 هذا القرار الذي صدر بحل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق، وكان هذا القرار هو بداية لإعلان الفوضى في العراق بشكل كبير جدا. ثالث المحاور فصل الحديث في التداعيات الإقليمية لاحتلال العراق، اضطراب إقليمي أدى إلى نشوء ميليشيات عابرة للحدود مدعومة من إيران وأمريكا لرسم خرائط تقسيم جديدة تهندس على جماجم شعوب المنطقة. كوننا يعني نرتبط بالعراق تاريخيا وقلبيا وثقافيا في تركيا وجغرافيا طبعا، كما قال ابن خلدون هي جغرافيا هو القدر، فلذلك لابد أننا تأثرنا من هذا الاحتلال، وهذا نتائج هذا الاحتلال طبعا لابد أن يقيم بشكل جيد. وفي هذا المحور أيضا أكد الباحثون أن استقرار المنطقة مرهون حتما بانتشال العراق من واقعه وتغيير المنظومة السياسية الحاكمة، تغيير لن يحصل لا بتدخل خارجي ولا بانقلاب عسكري، الحل الوحيد هو الحراك الشعبي المنظم بموجات كبيرة تعم العراق بثورة شعبية يراها الباحثون قادمة لا محالة.